متابعينا لمولاتي بوايما، اهلا ومرحبا بكم في اولى حلقات برنامجكم هاشتاغ مشاهير. هاشتاغ مشاهير موعد اسبوعي غادي يقربكم من الفنانين اللي عزاز عليكم، وغادي يجيب لكم اخر اخبار اللي متعلقه بهم واللي كتهمكم. بداية الأخبار ديالنا لهذا الأسبوع غادي نبداوها بالفنانة المغربية هناء الإدريسي اللي قررت أنها ترجع للساحة الفنية من بعد غياب أغنية عراقية بعنوان حرامي اللي تم تصوير ديالها على طريقة الفيديو كليب في لبنان، وغادي نكتشفوها جميع قريبا. ومن عند هناء الإدريسي غادي نمشيو عند الفنان المغربي غاني قباج اللي نشر لأول مرة صورة ليه رفقات الوالدة ديالو أثناء الاستمتاع ديالهم بأجواء فصل الشتاء بإسبانيا. غاني قباج قرر أنه يعبر على الحب الكبير ديالو الوالدة ديالو، فنشر الصورة ديالو معها وأرفقها بتعليق طريف قال فيه أمي باللغة الإسبانية. من إسبانيا غادي نمشيو لجزر المالديف عند خبيرة التجميل اللبنانية جوال مغدينيا اللي قررت أنها تحتفل بعيد ميلاد زوج ديالها كمال في جزر المالديف رفقة العائلة ديالها. جوال شاركت المتابعين ديالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور من اللحظات الممتعة اللي قضتها رفقة عائلتها. وهكا متابعينا غادي نكون وصلنا لنهاية الحلقة ديالنا لهذا الأسبوع، وموعدنا كيتجدد بكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة، فكونوا دائما في الموعد. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.